السلام عليكم، معكم أمير. مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. اليوم إن شاء الله راح نشرح برنامج جميل جدا. هو برنامج يمكنك من الاستمتاع بالقنوات المشفرة، وخاصة نحن على أبواب كأس إفريقيا وحظ موفق للفريق الوطني إن شاء الله. هذا البرنامج نتمكن منه أنه نتفرج قنوات بين سبور بدون انقطاع وبدون إعلانات مزعجة. نشوفوا أولا طريقة تحميل هذا البرنامج. رابط البرنامج تجدوه أسفل الفيديو. موب موضوع. طريقة التحميل سهلة جدا. هذا الموقع الرسمي للبرنامج. نقوم بتحميل البرنامج بالضغط على داونلود. نقوم بتفعيل خاصية تثبيت البرامج من خارج جوجل بلاي، وذلك بالدخول إلى سيتينج ثم سيكوريتي وتفعيل هذه الخاصية انكوني سورس انكوني، ثم عند الانتهاء من تحميل البرنامج نقوم بتثبيت البرنامج. ننتظر قليلا حتى يتم التثبيت. الآن نفتح البرنامج. كما ترون واجهة البرنامج سهلة جدا وبدون إعلانات مزعجة. نجد مثلا سبور، نيوز، شو، موفيز، كما تريد أن تدخل أنيمال. بار إكزومبل ندخل إلى سبورت، نبحث على قنوات بي إن سبور، نكتب بي إن سبور مثلا، نجرب بي إن سبور واحد. كما ترون أن التطبيق يشتغل بشكل جيد جدا. نجرب قناة أخرى مثلا بي إن سبور 2. كما ترون بدون انقطاع. وهو برنامج جميل جدا ومفيد جدا. مثلا نذهب إلى قنوات أخرى، مثلا سكاي سبور واحد كما ترون. البرنامج جميل جدا ويستحق التحميل، وإن شاء الله حظ موفق لفريقنا الوطني في كأس إفريقيا. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وديروا سبسكرايب للاشين يوتيوب، وبقى لي نقول لكم ربي لاقينا في الخير إن شاء الله.